في سؤاله الأخير يقول: لي أخت تعز علي جدا وفيها والحمد لله خير كثير، ولكن عندما أنهاها عن الحلف بغير الله أو الحلف بالأولياء أو قولها والنبي تصر على ذلك، تقول لي: توكل على الله، أهم شيء النية وهؤلاء صالحون. ما يجوز الحلف بغير الله، لا النبي ولا غير النبي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف بغير الله، ومن نهي عن ذلك وبين له ولم يقبل فإنه يكون عاصيا لله ولرسوله ومتعمدا للمخالفة والعياذ بالله. فالواجب على المسلم إذا بين له الحق أن يقبله، وأن لا يبقى على العوايد والتقليد الأعمى، بل يجب عليه أن يقبل الحق وأن يترك ما هو عليه من المخالفة. قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم.